موجز الاقتصاد والمال، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط في العراق ارتفاع مؤشر التضخم لشهر حزيران بنسبة 0.7% والسنوي بنسبة 6.5%. أقرت الوزارة إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والإيجارات وأجور اشتراك المولدات في أغلب محافظات العراق وأسعار الوقود، مشيرة إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا أيضا فضلا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي لتصل إلى 227 مليون دولار. أقالت مصادر صحفية إن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعاً في مبيعاته إلى 227 مليون دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي بلغت المبيعات فيه أكثر من 211 مليون دولار أمريكي. جدد مصرف الرافدين تهديداته بتفعيل الإجراءات القانونية وفرض غرامات تأخيرية على المواطنين المتلكئين بالسداد. وقال المصرف إن بعض المواطنين المديونين للمصرف متلكئون في تسديد ما بذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المترتبة على القروض المصرفية، مشيرا إلى أن عدم تسديدها سيراكم الديون ويعرضهم إلى تبعات قانونية وخيمة. طالب صناعيون بضرورة وقف العمل بنظام النقل التبادلي المعمول به حاليا على منفذ طريبيل الكرامة بين بغداد وبين العراق والأردن والسماح بدخول الشاحنات إلى البلدين. أقل الصناعيون إن المطالبات تأتي لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية وتقليل مخاطر تعرضها للتلف، فيما أشار الصناعيون إلى أن استمرار العمل بساحة التبادل بات يعوق دخول المنتجات الأردنية ويؤخر وصولها إلى السوق العراقية فضلا عن زيادة كلف الشحن الذي يقلل فرص منافستها لمثيلاتها من السلع التي يستوردها العراق من الدول الأخرى. يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية لا تدخل حدود البلدين حاليا، حيث تصل لمنطقة حدودية مشتركة ويتم تفريق حمولتها في شاحنات أخرى. طالب مقام معقوبة عبد الله الحيالي بإنقاذ مشاريع ديال الاستراتيجية التي أوقفت لأسباب مختلفة ورغم إنفاق أكثر من 400 مليار دينار لإنشائها. أضاف الحيالي أن أبرز المشاريع المتوقفة هي المستشفى الأسترالي ومجمع الجاتون السكني وغيرها من المشاريع التي أصبحت عرضة للاندثار بسبب عوامل الطقس وانتهاء صلاحية مواد البناء المتراكمة طيلة سنوات طويلة. وأشار الحيالي إلى أن الوعود الحكومية المستمرة بإعادة العمل بتلك المشاريع ما تزال حبراً على ورق. تراجعت أسعار النفط العالمية لتواصل خسائرها الحادة على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي والمخاوف من أن القيود الوبائية الجديدة في آسيا وخاصة الصين قد تؤدي إلى انتكاسة للانتعاش العالمي في الطلب على الوقود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.84% لتصل إلى 69 دولارا و40 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% لتصل إلى 66 دولارا و96 سنتا للبرميل. ختام موجز الاقتصاد، إلى اللقاء.